السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد، ولكن قبل بدايه اهلا انت والصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح اشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري. كذلك عندنا اخبار في غايه الاهميه واخبار مختلفه سنتعرف عليها ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدون للمرة الاولى، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا. الانستغرام ظاهر امامكم. ما نطولش عليكم خاوتي، ندخلوا مباشرة إلى صلب الموضوع. نبداو بالخبر الأول واللي يتعلق ب يعني عالم كرة القدم، خاصة في إفريقيا. المدرب المنفوخ إعلاميا وهو روجبرت سونغ، اللي كان أحد أكبر الإنجازات نتاعه واللي خدمت عليها عزيزي كرام واللي خلاته يبقى مع منتخب الكاميرون، هو الفوز على المنتخب الوطني الجزائري في المباراة الفاصلة بسيناريو كان دراماتيكي وعجيب، ويعني كانت فيه أمور خارج كرة القدم. هذا المدرب رسميا تم إقالته وطرده من المنتخب الكاميروني، وذلك من زميله اللي كان يلعب معه مع المنتخب الكاميروني سابقا، ألا وهو سامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. ممكن تقولوا لي يا وليد علاش بديتنا بهذا الخبر، يعني انت تركز على أخبار المنتخب الوطني الجزائري ولاعبين محترفين، علاش راك تتكلم على هذا المدرب؟ أنا هذا المدرب عزيزي كرام كنت ننتظر الإقالة نتاعو منذ مدة، يعني للأمانة باه نكون معكم صريح. المهم، رسميا الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يرفض تجديد عقد مدربه روجبرت سونغ ويعلن نهاية مغامرته مع المنتخب الكاميروني. سامويل إيتو أعلن ذلك عبر قناة فرانس 24 أنه بدأ في التفكير في المرحلة المقبلة عقب الإقصاء من كأس أمم إفريقيا. وطبعا خلال عامين من تدريب هذا المدرب للمنتخب الكاميروني، فاز روجبرت سونغ بستة مباريات فقط من أصل 23 لعبها، 9 هزائم وكذلك 8 تعادلات. فما رايكم انتم في صندوق التعليقات حول هذا الخبر؟ ما نطولش عليكم، ندخلوا الى الخبر الموالي والذي يتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري واللي راح يشارك في بطوله يعني الفيفا سيريز الجديده واللي تكلمنا عليها في الفيديوهات السابقه. المهم، الفيفا في الموقع الرسمي الخاص به بعدما ان شاركها معنا جياني انفانتينو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمي الخاصه به، الموقع الرسمي الخاص بالفيفا حتى هو شارك معنا هذه البطوله الفيفا سيريز. المهم، الموقع الرسمي للفيفا اكد لنا باللي انه ممثلو الفيفا سيحضرون بعد ايام الى عنابه والجزائر العاصمه من اجل التحضير للدوره الدوليه الوديه المقرره بالجزائر شهر مارس المقبل. وطبعا الفيفا في القارة السمراء اختارت فقط الجزائر من اجل ان يتم احتضان هذه البطولة يعني الجديدة والذي يعني تحت شعار فيفا سيريز. وطبعا حسب الموقع الرسمي للفيفا اعزائي الكرام، اكدوا لنا باللي انه لب موضوع يعني واساس هذا البطولة الجديدة الملقبة بفيفا سيريز هو انه تسهل على المنتخبات باه تلعب مباريات ودية وتبرمج مباريات ودية مع منتخبات خارج القارة الخاصة بها. على سبيل المثال، المنتخب الوطني الجزائري قادر يدير مباريات خارج القارة السمراء أمام منتخبات يعني تكون تلعب في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وإلى آخره. وبطبيعة الحال هذه النسخة مازال تجريبية، من بعد راح يدخلوا المنتخبات الأخرين مثل فرنسا، كذلك إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وإلى آخره، راح يدخلوا كامل المنتخبات مستقبلا. وهذه البطولة راها في قيد التجريب وراح يجربوها في الجزائر لانها ما زالت نسخه تجريبيه، وراح يجربوها ايضا في سريلانكا وفي السعوديه وفي بعض الدول الاخرى. يعني راح تكون في كل قاره بلد سيحتضن يعني هذه البطوله المصغره. على كل حال، الفيفا كما قلنا وممثلوها سيحضرون بعد بضعه ايام الى عنابه والجزائر العاصمه من اجل التحضير لهذه الدوره، وطبعا هي من ستتكلف بجميع المصاريف حسب الموقع الرسمي الخاص بالفيفا. وطبعا اكد قائلا الفيفا في الموقع الرسمي الخاص به، سيعمل الفيفا على تسيير اقامه مباريات وديه بين المنتخبات من مختلف الاتحادات القاريه خلال فتره المباريات الدوليه المخصصه لشهر مارس في السنوات الزوجيه، يعني بعد كل سنتين يعني سيقيمون هذه البطوله الوديه مجددا، وستتولى كل من الجزائر كما قلنا واذربيجان والمملكه العربيه السعوديه وسريلانكا استضافه وتنظيم مباريات المشروع التجريبي للفيفا سيريز. فنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وان شاء الله نستفادوا من هذه البطوله الوديه اللي راح تكون عندنا مباريات امام يعني بوليفيا وكذلك امام منتخب جنوب افريقيا. ما نطولش عليكم، ندخل مباشره الى الخبر الموالي واللي يتعلق بكريستيانو رونالدو. طبعا كريستيانو رونالدو في الاونه الاخيره دار واحد الضجه اعلاميه كبيره جدا بسبب واحد اللقطه بزاف ناس شافوها يعني غير اخلاقيه، وطبعا بعض الوسائل الاعلاميه اكدوا باللي انه كانت فوتوشوب وليست حقيقيه. اللقطه رسميا حقيقيه اعزائي الكرام، وتم استدعاء يعني كريستيانو رونالدو من اجل التوضيح. وطبعا كريستيانو رونالدو وضح
باللي انه احترم كل الانديه والحركه الصادره في اللقطه التي اثارت ضجه تعبر عن القوه والانتصار وليست مشينه واعتدنا عليها في اوروبا. طبعا هذيك اللقطه انا شفت ملخص لكريستيانو رونالدو وهو يعمل نفس اللقطه في كذا من مبارياته مع نادي ريال مدريد سابقا وكذلك مع نادي جوفنتوس، معتاد على هذيك الطريقه اللي احتفل بها الزي كرام في تلك المباراه اللي صنعت الحدث. وطبعا كانت عنده عقوبه مهدد بها كريستيانو رونالدو، باه يتعاقب لمباراتين على التوالي، ولكن العقوبه لن تسلط على كريستيانو رونالدو بل انه تم فهم يعني احتفالية كريستيانو رونالدو من طرف الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتالي لن يتم معاقبته بل أنه راح يلعب بشكل عادي في المباريات المقبلة. حاليا نمر إلى الخبر الموالي. رسميا أمين غويري يتواجد في التشكيلة المثالية للدور الفرنسي للجولة 23 من الدوري الفرنسي. كما تشاهدون هنا أمامكم نجمنا الدولي الجزائري أمين غويري متواجد في التشكيلة المثالية، وطبعا هدفه أمام فريق نادي باريس سان جيرمان رشح لهدف الشهر لشهر فيفري كما تشاهدون. ولازمنا نصوتوا على أمين غويري في الموقع الرسمي الخاص بالليغ أ اللي راح تلقاوه أعزائي الكرام هنا أمامكم، يعني دخلوا للتويتر في هذه التغريدة راح تلقاوا هذا اللينك كليكوا عليه وصوتوا على ابن الجزائر. بالنسبة للخبر الموري أعزائي الكرام، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر إخبارية كثيرة في الجزائر أكدت لأنه رسميا وصل بيتكوفيتش فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب سويسرا السابق إلى الجزائر أمسية اليوم، وذلك من أجل تنصيبه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري به يكون المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري. وطبعا أنا واحد من الناس كنت ننتظر يعني يتم نشر صور هذا المدرب يعني من المطار به نتأكدوا من الخبر، ولكن للأسف الشديد المصادر اللي أكدت ما نقولش كامل ولكن بعضها اللي أكدت باللي أنه فلاديمير بيتكوفيتش جاء للجزائر نفسها أكتب اللي أنه ما جاش للجزائر واعتذروا للجماهير. فبيتكوفيتش أعزائي الكرام لم يأتي إلى الجزائر حسب المصادر اللي قالت أنه فلاديمير بيتكوفيتش وصل إلى الجزائر. ومن ناحية المنطقية أعزائي الكرام، لو كان بيتكوفيتش جاء للجزائر الصحافة الجزائرية لكانت في المطار وكانوا صوروا أعزائي الكرام أنه بيتكوفيتش حقا وثقوه باللي أنه جاء للجزائر وسيتم يعني إنهاء العقود مع هذا المدرب ويتم التوقيع على كل شيء باه يولي المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائر، لانه المفاوضات كانت متطوره مع هذا المدرب. وانا ما غلطتش صراحه كي قلت لكم ما راحش نزيد نتكلم عن المدرب الجديد حتى نشوف يعني بيان رسمي من الجامعه الجزائريه لكره القدم الفاف يعني باللي انه هذا هو المدرب الجديد، ولا ما زلت نتكلم عليه، لانه قلت لكم من لنا المستقبل في الفيديوهات السابقه انه راح نشوفوا اخبار مغلوطه كثيره، مصادر تاكد كذا ومصادر اخرى تؤكد كذا. ومن ابرز الادله اعزائي الكرام هو انه قالوا بيتكوفيتش جاء للجزائر، ولكن في نهايه المطاف اتضح لنا باللي انه لم ياتي للجزائر لحد الساعه. وما هو رايكم انتم في صندوق التعليقات؟ انا ما كنتش راح نتكلم عن هذا الموضوع لولا ما وصلتني العديد من التعليقات والعديد من الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش نتكلم عن هذه النقطه. اتضح لنا انه فلاديمير بيتكوفيتش ما جاش للجزائر لحد الساعه. ولكن يعني مادام قلت لكم ما راحش نتكلم عن هذا المدرب، الا انه نفس المعلقين وكذلك اللي سالوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الخبر قالوا لي يا وليد يعني شارك معنا الخطط اللي يلعب بها فلاديمير بيتكوفيتش مادام انه هو المدرب الاقرب لتدريب المنتخب الوطني الجزائري في الفتره المقبله. اولا حول انجازات هذا المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، انجازات هذا المدرب اعزائي الكرام هو انه فاز بلقب وحيد مع نادي لاتزيو سنه 2013، وذلك اعزائي الكرام عندما كان يدرب هذا النادي الايطالي وفاز بلقب كاس ايطاليا، يعني من ناحيه مساره المهني كمدرب فاز بلقب واحد ووحيد، وطبعا بقى مع منتخب سويسرا لمده 7 سنوات. وطبعا سالتوني ما هي الخطط اللي يلعب بها المدرب هذا. طبعا اعزائي الكرام عملت لكم يعني مختصر شديد للنهج التكتيكي اللي يلعب به هذا المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، واتضح لي باللي انه مع منتخب سويسرا او مع الانديه اللي كان يدربها مثل نادي بوردو ولاتزيو عنده يعني الكثير من الخطط التكتيكية وما عندوش خطة تكتيكية واحدة فقط. وطبعا الخطة التكتيكية تختلف من مباراة لأخرى ولنوع المباراة اللي راح يلعبها وأمام من سيلعب. على سبيل المثال كي يلعب أمام منتخب إسبانيا ولا أيضا كي يلعب أمام منتخب ألمانيا يلعب بطريقة مختلفة وليس بنفس التشكيلة. المهم من بين الخطط اللي يلعب بها فلاديمير بيتكوفيتش مع منتخب سويسرا كان يلعب بطريقة 3-4-2-1 وأيضا يلعب بطريقة 5-3-2، وطبعا كان يلعب مع نادي لاتزيو بهذه الطريقة الدفاعية 4-3-3.
بالإضافة إلى أنه مع منتخب سويسرا أيضا كان يلعب بالنهج التكتيكي 3-4-2-1 كما تشاهدون، ومع نادي بوردو كان يلعب بهذا النهج التكتيكي 3-5-2. وكما قلت لكم هذا النهج التكتيكي ما يلعبوش في كل المباريات، بل أنه يلعب في نوع المباراة، بالإضافة إلى أنه يلعب بطريقة 4-5-1 وأيضا 4-2-3-1 وأيضا 5-4-1. فهذا هم الخطط التكتيكية للمدرب عزيزي الكرام الخاص بمنتخب سويسرا السابق فلاديمير بيتكوفيتش. فعنده كذا من خطة، ما عندوش خطة واحدة، وهذا بشكل مختصر عزيزي الكرام. إذا بغينا نتعمقوا عزيزي الكرام يعني من نال المستقبل في النهج التكتيكي ونقاط الضعف يعني النهج التكتيكي الخاص بمدرب سويسرا السابق فلاديمير بيتكوفيتش، اكتبوا لنا في صندوق التعليقات، نشارك معاكم نقاط القوة والضعف وماذا ينتظر المنتخب الوطني الجزائري إذا هذا راح يكون هو المدرب الوطني الجزائري مستقبل. ولكن ما نستغربكوش الاحداث حتى يتم ترسيمه ويتم الاعلان عنه من طرف الاتحاد الجزائري لكره القدم انه رسميا ولا المدرب المنتخب الوطني الجزائري. عاد عزيزي الكرام نتطرق الى هذه المواضيع. المهم المدرب هذا عنده يعني العديد من النهوج التكتيكيه وليس خطه واحده. حاليا ننتقل الى الخبر الموالي ونشارك معكم جديد المنتخب الوطني الجزائري ولاعبي المنتخب الوطني الجزائر. طبعا رفيق غيطان لاعب نادي إشتوريل البرتغالي سيلتحق قريبا وذلك بصفة رسمية ونهائية بالمنتخب الوطني الجزائري، وذلك بعد اتصالات إيجابية جمعته مع الفاف، بعدما أن أعلن أنه يريد تمثيل المنتخب الوطني الجزائري وأنه سيفرض نفسه يعني ليتلقى استدعاء من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومن طرف المدرب الوطني الجزائري. وطبعا هذا اللاعب الذي يمتلك في عمره 24 سنة دفع ملفه من أجل تغيير جنسيته الرياضية لدى الفيفا، وحاليا ينتظر الضوء الأخضر من الفيفا بهذا اللاعب يمثل المنتخب الوطني الجزائري. تعود أصول هذا اللاعب إلى مغربية جزائرية فرنسية، وهذا اللاعب أكد بلي أنه يريد تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، علما أنه هذا اللاعب لعب مع منتخب فرنسا من يعني تحت 17 سنة إلى غاية تحت 20 سنة، وهذا اللاعب مع ناديه البرتغالي حاليا راه لاعب 23 مباراة، سجل 5 أهداف وقدم 3 أسيستات، وهذا اللاعب يلعب في كذا من منصب وليس في منصب واحد، قادر يلعب كجناح أيسر وكجناح أيمن وكذلك أيضا كصانع ألعاب، فمتعدد المناصب وإن شاء الله سيكون مكسب كبير جدا للمنتخب الوطني الجزائري. وصراحة أنا يعجبوني اللاعبين اللي يكون عندهم مناصب متعددة وين ما تحطوا يقدم لك مستوى كبير، وهذا اللاعب يعتبر من بينهم، فنتمنى له كل التوفيق. وإذا راكم باغين أعزائي الكرام نزيدوا نتحققوا من هذه الأخبار نتصلوا به إن شاء الله، ويعني يحاول يأكد لنا واش أنه دفع يعني الملف نتاعو للفيفا باه يغير الجنسية نتاعو، أم أنه مازال ينتظر الضوء الأخضر من طرف المنتخب الوطني الجزائري. على كل حال حنا نتمنوا كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، مادام هذا اللاعب أبدى نيته بهجر المنتخب الوطني الجزائري فمرحبا به إن شاء الله، نتمنوا له كل التوفيق هو لجميع زملائه ولجميع اللاعبين الذين يريدون تمثيل المنتخب الوطني الجزائري. على كل حال كان هذا فيديو اليوم، خبرنا رايكم في صندوق التعليقات ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.